كلا للتهميش كلا كلا للتهميش كلا كلا للتهميش كلا كلا للتهميش نعم نعم للتهيج نعم نعم للتهيج نعم نعم للتهيج نعم نعم للتهيج إلا بعيان نايم لك على التبليد إلا بعيان نايم لك على التبليد إلا بعيان أبو العلم ارجع شوي لورا شوي شوي صير وياه نايم لك على التبليد إلا بعيان نايم لك على التبليد إلا بعيان لا قاتل يوحنا إلا بعيان طيب الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المشاهدين وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم ورسائلكم القصيرة على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة حول آخر المستجدات على الساحة العراقية. فشلت الحكومات المتعاقبة في حل أزمة البطالة أو على الأقل خفضها، كما أنها فشلت في حل أزمة الفقر المتفاقم وأزمة خريجي الجامعات وحملة الشهادات العليا، حتى وصلت نسب الفقر في بعض المحافظات العراقية إلى أكثر من نصف عدد سكانها كمحافظة المثنى التي وصلت فيها نسبة الفقر إلى 52%. ووفق بيان لوزارة التخطيط لعام 2018 هذه الأرقام اللي راح نذكرها، فإن قياس مؤشرات الفقر يعتمد على أبعاد متعددة من بينها الصحة والسكن والتعليم والدخل والحاجة إلى الغذاء. أظهر مسح وزارة التخطيط في العراق لعام 2018 بأن محافظة المثنى التي تعد ثاني أكبر محافظة في البلاد تعد الأولى بأعلى نسب فقر تصل إلى 52%، والتي تليها الديوانية 48% وميسان 45% وذي قار 44%. نسبة الفقر في نينوى 37.7%، تليها ديالى 22.5%، واسط 19%، صلاح الدين 18%، الأنبار 17%، البصرة 16%، النجف 12.5%، كربلاء 12%، بابل 11%. الجدير بالذكر بأن بعض التقارير الدولية تؤكد بأن نسب الفقر والبطالة في العراق أكثر بكثير من النسب التي تقوم بإصدارها الحكومات في العراق. خلوها ببالكم هاي البيانات والأرقام اللي قريناها هاي قبل سنتين من عام 2018، يعني إحنا اليوم 2020 وما صار من أزمة كورونا وغيرها من الأمور وتفاقم أزمة الفقر والبطالة في العراق وأزمة التعيينات معروفة للجميع. طبعا مع استمرار أزمة التعيينات والبطالة والفقر برزت معضلة العمالة الوافدة، يعني العراق اليوم عنده ظاهرة تدفق العمالة الأجنبية من مختلف الجنسيات العربية والآسيوية، غالبيتها وفدت إليه بشكل غير نظامي وغير قانوني، وتعتبر محافظات النجف وكربلاء والعاصمة بغداد والبصرة من أبرز المحافظات العراقية التي شهدت حضوراً ملحوظاً للعمالة الأجنبية. كانت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية سجلت خلال عامي 2017 وعام 2018 وجود أكثر من 100,000 عامل أجنبي. تخيل معي عزيزي العراقي 100,000 عامل أجنبي بسنة 2017 و 2018 دخلوا إلى ساحة العمل في العراق بشكل غير قانوني مقابل 13,000 عامل عراقي في هذه المحافظات اللي ذكرناها. ارتفع طبعا عدد العاملين عن العمل في العراق، وصلت نسبتهم مثل ما ذكرنا وفق الجهاز المركزي للإحصاء خلال عام 2018 إلى أكثر من 22%، بينما أعلن صندوق النقد الدولي بأن نسبة العاطلين عن العمل في العراق تزيد عن 40%. ونرجع ونقول هذه الأرقام 2018، صندوق النقد الدولي أرقام أضبط من أرقام الجماعة بالعراق أكثر من 40%. طبعا يبدو بأن الظروف غير مستقرة في العراق يعني أتاحت المجال أمام الشركات والمكاتب لإدخال العمال الأجانب بشكل غير قانوني. وبحسب صحيفة إندبندنت عربي
يعني ما جاء في تقرير لها حول هذا الموضوع، ما يعتبره متخصصون هو خطر يهدد الأوضاع الأمنية والاجتماعية والاقتصادية. عضوة لجنة الخدمات النائبة منار عبد المطلب قالت في شهر تموز الماضي بأن معدلات دخول العمالة الأجنبية إلى العراق كبير جدا في السنوات الأخيرة، خاصة الشركات النفطية في جنوب البلاد وأعدادهم بالآلاف. طبعا عمليا العراق بات يستنزف قدرات المالية والاحتياطات من نظام الاستدانة وسط زيادة سكانية وضغط الخدمات وتضخم الاستهلاك واتساع شبكة الفساد، حيث تشير تقارير حكومية إلى أن الحكومة تضطر للاقتراض من أجل تأمين الرواتب وغيرها 42 مليار سنويا لتغطية موازنتها التشغيلية ومنها الرواتب. ولعل جدلية ترجيح صندوق النقد الدولي إحالة 50 ألف موظف إلى التقاعد سنويا غير قابل للتطبيق على أرض الواقع كما قال في العراق، لكون صندوق التقاعد هو الآخر يعاني من اكتظاظ في عدد المحالين عليه عبر قوانين خاصة، وهو ما يعني إثقال كاهل هذا الصندوق الذي ترصد ميزانيته من خزينة الدولة. ومع استمرار الحكومات المتعاقبة على القول بأنه لا يمكن توظيف كل الخريجين في وظائف حكومية، تبرز مشكلة كبيرة أخرى وهي عدم توفر سوق العمل للقطاع الخاص وعدم توفر مناخ لفتح الاستثمار الأجنبي بشكل سليم. برزت منذ العام 2003 ظاهرة سيطرة الأحزاب السياسية والمحاصصة على المشهد الاقتصادي ومشهد الوظائف في العراق حتى من ناحية الشركات الأجنبية. إما الأحزاب السياسية تتفق مع الشركة الأجنبية المستثمرة في العراق على نسبة معينة تسمح بموجبها للشركة الأجنبية بجلب أيدي عامل أجنبية غير عراقية، أو أن الأحزاب السياسية تحارب وتضايق القطاع الخاص إن كان محلي أو أجنبي، والذي بات تابعا بشكل كامل لها من خلال فرض الأتاوات والرشاوي، ما جعل الكثير من الشركات المحلية والدولية تهرب من سوق العمل في العراق. معنا اتصال. صباح من بغداد، أهلا بك أخي صباح. السلام عليكم استاذ عمار. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله. تعرف احنا أخي صباح عندنا آلاف عشرات الألوف من الخريجين سنويا، الحكومة تقول لك احنا ما نقدر نغطي يعني ونوفر وظائف لهذه الشريحة الكبيرة من الخريجين. زين انت قطاع خاص عندك محارب، الاستثمار بالعراق مخلي الشركات الأجنبية تدخل عشرات الألوف من العمالة الأجنبية يشتغلون ويأخذون بالدولار، وابن البلد عطال بطال وخريج وقاعد. بالطبع أستاذ عمر، المفروض يعني بالطبقة السياسية المنتخبة البرلمانيين يعني منو رشحهم؟ رشحتهم يعني كل أطياف الشعب، يعني من الجنوب الوسط اللي انتخبوهم الناس، المفروض يردون هذا الجميل، يعني صعدوهم للبرلمان في سبيل يوفرون وظائف، يوفرون عمل للناس اللي انتخبوهم. أبسط شيء من الناس اللي جاي تتخرج وقاعدة، لكن البرلمانيين هم مستفادين وأمورهم عدلة، وتمن هاي الكامشيونات اللي يأخذوها من العقود وغيرها، فنسيت نسهم الناس اللي صعدهم على أكتافهم. يعني عدة طبقات عندنا طبعا، طبقات يد عاملة والخريجين اللي جاي يقعدون حاليا، وشفنا احنا الشركات النفطية يعني مطيها مطلق الحرية بأن هي بكيف تعين اليد العاملة إلها. ليش مو العمارة اللي هي تعتبر الخزين الأول للعراقيين بالنفط، ليش مو أهل العمارة يوظفوهم؟ ليش يجيبون أجانب وغيرها؟ ليش مو هاي العائلة العراقية من يتوظف ابنها شركات النفطية؟ يعني هم تخلصون من هم الناس جاي تعاني، والناس جاي تعاني الأمرين من الضغط اللي موجود بالساحة العراقية، ضغط أمني وضغط سياسي واقتصادي ومجاعة موجودة. وهسه هذا التقرير اللي تكلمت به، يعني مع الأسف يعني أغلب اللي متضررين ونسبة البطالة هي من الجنوب. مع العلم احنا دا ننظر رئيس الوزراء من عندهم، الوزراء الوزارات السيادية والخدمية هي لهم، لكن أبناء الجنوب جاي يعانون من فقر وجوع. هاي حقيقة يعني تختلف عن ما موجود بالغربية أو بالموصل أو صلاح الدين أو حتى ببغداد. يعني شوف السياسيين إيش قد فاسدين
وما حايرين بالجنوب او بالوسط وبكل طبقات العراق يعني المجتمع العراقي. فالذنب المفروض رئيس الوزراء يوقف هاي اليد العامله الاجنبيه في سبيل يعطي مجال اليد العامله المحليه، يعني ابناء البصره والعماره وميسان والنجف وكل المحافظات، يخلوهم يشتغلون بهاي الشركات النفطيه او المنافذ الحدوديه او المعامل اللي هم متقصدين بايقاف المعامل. يعني كل المصانع اللي كانت موجوده عندنا وفعاله وتشتغل تم نهبها وسرقتها وتعطيلها متقصدين. لو تشتغل ولو وزير الصناعه فعلا جدي بان يهيئ وزاره الصناعه للعمل، المعامل الموجوده عنده مو على فد شيء، يعني ابسط شيء هاي الاكسجين الهواء مال بهاي الازمه مال كورونا وقفهم كل المعامل، يعني هاي الراد لها ايد عامله وهم تشتغل بهاي المعامل الواقفه، لكن هم ما يريدون يقول لك ما يخلون تشتغل المعامل. هم يصرحون السياسيين بالعراق يقول لك وده نسمع وده نشوف، يقول لك احنا ما نقدر نفتح صناعه بالعراق ثاني يوم يحرقوها. بالطبع الميليشيات الموجوده اللي هي تابعه للاحزاب، والاحزاب احنا نعرف ثلاث ارباع الاحزاب هي تابعه لايران وتعتمر باوامر ايران شتمليها، فما يريدون العراق ينهض صناعيا. يعني لو كل المعامل موجوده بكل محافظات العراق بكربله ونجف وبالانبار معمل الاسمنت وغيرها كانت يعني معامل اقوى معامل بالشرق الاوسط، عكاشات وغيرها والقرمه والكاشي وغيرها والاسمنت كلها وقفوها ونهبوها، مصفى بيجي ايش قد كانت ايدي عامله بيها تشتغل كلها نهبوها ومقصوده مقصوده، والسياسيين يعرفون ليش وقفت هاي في سبيل يصير ملجانا الاول والاخير بالاستيراد هي ايران، احنا نعرف هالشيء هذا، لكن المصيبه وقعت بابناء بروس ابناء الجنوب، المتضرر الاول والاخير هو المواطن العراقي البسيط، الايدي العامله اللي ما عندهم شهادات اللي هم قوتهم يومي. يعني حاليا الازمه كورونا قعدتهم ناس يعني شافت الامرين، وتيجي على طبقه ثانيه الخريجين اللي اهلهم تعبهم عليهم وظلهم يدرسون وحلمهم شباب ان يخدمون البلد، ايضا لاكو تعيينات ولا كل شيء. وين التعيينات؟ صار من 2015 لحد الان ماكو تعيينات، تناخذ درجات وظيفيه يعينون بها الحشد ويعينون بها وزاره الدفاع ووزاره الداخليه ونسم كل الوزارات الباقيه في سبيل اعطاء درجات وظيفيه لكل المحافظات. المفروض نعم. الوزراء يخلون للمحافظه هي المحافظه نعم. يعني بصوره صحيحه تعين من ابناء الخريجين اللي عندهم مدرسين مهندسين غيرها، العراق يحتاج نعم. لكن هي يعني شلون مثل ما تقول عصابات مستلمه البلد من نعم. رئيس الجمهوريه ورئيس الوزراء والبرلمان كلهم ناس متفقين مستفادين، ما يهمهم مصلحه العراق اللي يهمهم. انا اشكرك اخي صباح. نعم صباح من بغداد كان معنا زيد من بغداد كذلك، تفضل زيد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا بك. الحلقه على الاختصاص مو دكتور. تفضل. السلام على الاختصاص هاي الحكمه تنزل العراق. حكم الشعب العراقي مهما الخروج منها. وإتعاف الشعب العراقي وإنهاك الوضع الاقتصادي للعائلة العراقية. ولا يا أخي إحنا عندنا معامل وعندنا قطاع عام، ليش ما تفتحون المعامل؟ نعم. دكتور عمر هم قصدين كل القصد وكل التركيز على إتعاف المواطن العراقي. الجيش احنا جيش خدمة إلزامية، صح دكتور عمر؟ مو غلط مو صح؟ صح لو مو صح؟ نعم زين. أنت برأيك ليش هم يعني مثلا من ناحية الخريج يقول له والله احنا ما عندنا وظائف، بس من يجيب آلاف مؤلفة من العمالة الأجنبية هذا الأمر عادي ماكو مشكلة، ليش هذا التناقض؟ دكتور عمر كل الناس تشتغل الا المواطن العراقي ما يشتغل ببلده، لان هم يستفادون من المقاولين، هذول العماله يجون عن طريق المقاولين السياسيين، ذولا لهم نسبه من الارباح اللي حيحصلوها هذول العماله من العراقي، كل شيء ما يحصلون دكتور عمر.
دكتور عمر احنا هسه منهوبين منهوبين في منطقه ابو غريب. منطقه ابو غريب صار حادث بسبب الاتاوات المخارج الهيئه العامه للنقل والمواصلات، صار حادث وتكسروا 4 اشخاص يعني جروح خطيره. نعم. من ياخذون اتاوى 1000 دينار سووا حادث. حادث في الصبح الساعه 5 الفجر العالم تطلع تقول يا الله تسترزق وهم يسووا لك مشاكل. شايف لك انت دائره حكوميه تفتح بال 5 الفجر دكتور عمر؟ ماكو شيء. كيف تفتح دكتور عمر؟ كله بوق، احنا مبيوقين منهوبين يا اخي، منهوبين يا اخي. نعم. الله يعين. الله يعين. أنا أشكرك زيد من بغداد كان معنا. طبعا ظاهرة أخرى تؤثر على سوق العمل في العراق وعلى الوظائف والاقتصاد العراقي بشكل عام، ظاهرة المكاتب الاقتصادية التابعة للميليشيات التي باتت تسيطر على مقدرات محافظات بأكملها مثل محافظة نينوى وصلاح الدين وغيرها. يعني حتى حديد السكراب مثل ما نسميه بالعراق أصبح بيد هذه المكاتب، بل أن هذه الميليشيات باتت تسيطر على موازنة بعض المحافظات المدمرة والاستيلاء كذلك على أراضي شاسعة فيها بهذه من خلال هذه المكاتب الاقتصادية التابعة للميليشيات. طبعا بموضوع العمالة الأجنبية، صديقي ذاك اليوم في إحدى الدول العربية راح يسوي معاملة بالسفارة، سفارة العراق في تلك الدولة، قال فشفت يعني مواطنين تلك الدولة دي يقدموا على فيزا، يقول فصار كلام بين وبينهم، شعدكم انتوا رايحين للعراق؟ قال والله احنا رايحين ويا الشركه حصلنا عقد عمل. انت خريج شنو؟ قال انا خريج معهد، يعني معهد عادي، مو مثلا هو فد مهندس او طبيب او عالم. ايش قد راتبك؟ 1500 دولار. وابن البلد قاعد ما يلقى شغل، عنده ماستر وعنده دكتوراه، ما عنده لا وظيفة ولا عمل ولا شغل، والجماعة مسيطرين على الوضع بالعراق. يعني إذا 2017 و18 فقط، وهذه بإحصائيات حكومية، يقول لك دخل إلى سوق العمل من العمالة الأجنبية 100,000، 100,000 عامل أجنبي دخلوا. لعد شقد دخلوا وراهم وشقد أكو قبلهم موجودين في العراق يشتغلون. وحدا نشوف يعني إذا احنا نتكلم على مستوى الشركات، كثير من النواب في البرلمان يطلعون يتحدثون بالأرقام أنه هناك رواتب خيالية، رواتب خيالية. يعني رحيم الدراج مرة تكلم النائب السابق قال حتى إذا يريد هذا اللي يشتغل بشركة نفطية في الجنوب مثلا، ضرب مثال أنه صيني يريد يروح يشتري من السوق، يطلعون اثنين ويا حماية. طبعا دولة كل الدولة تدفع، مو شركة، هو ماخذ من خزينة العراق راتب، وذول البديغاردية كذلك مشتغلين وجايين من برا، مو بديغاردية يعني مو من شركة أمنية من العراق، لا، كذلك شركة أمنية من الخارج، يطلعون ويا حماية حتى يروح يتسوق حتى يرجع. وابن العراق اللي خلص هندسة، بالمناسبة هذا الصديق اللي كان بالسفارة هندسة مخلص، بس صار له هاي خرج 15 سنة وقاعد لا شغل ولا عمل وطلع من العراق. فتخيل معي عزيزي المشاهد وشوف الوضع، واحنا نشوف يوميا يعني الحراك الاحتجاجي في العراق يتواصل، خاصة من قبل حاملي الشهادات الجامعية يطالبون بتوظيفهم في الدوائر الحكومية. ايش رايدين هم في بغداد والمحافظات الأخرى مثل واسط والديوانية النجف كركوك على سبيل المثال؟ اليوم طلعوا في محافظة التأميم من خريجي كلية العلوم تظاهر، وشفناها في بداية الحلقة، يطالبون بالتعيين يعني، وأكدوا على استمرارهم بهذه التظاهرات. احنا نشوف هذا الحراك المستمر لأن الأمر أصبح متفاقم. يعني أنت أكثر من يمكن 150 أو 200 ألف خريج بالسنة في العراق، احنا نتحدث من الكليات والجامعات، وماكو وظائف، يروح السوق العمل الخاص، ماكو، الجماعة مسيطرين عليه، الفساد مسيطر على البلد. يعني الجماعة فوق نهبهم للميزانية وفوق المقاولات محاربين الخريج البسيط في وظيفته، يروح لا يجيب له من الصين، يجيب له من بنغلاديش، يجيب. طبعا الحجج الواهية يقول لك ها والله مو، مرات نسمع طبعا والله مو الشاب العراقي ما يشتغل. يعني معقولة هذا اللي خلص هندسة نفط
أو كيمياء أو معماري أو مدني خلص هذه السنوات كلها وأنت تروح تجيب واحد من برا حتى يشتغل؟ يعني ما صايرة. في كل دول العالم إحنا نسمع هناك قانون الاستثمار أو قانون العمل في الدول، تفرض أنه أنت إذا شركة أجنبية تريد تجي تفتح في بلد ما أنه هناك شروط، من ضمن الشروط أنه نسبة العمالة المحلية تكون أكثر من النسبة اللي أنت جالبها من برا، يعني مثلا 5 مقابل 1، 4 مقابل 1، وهكذا تصير الأمور. وطبعا مو كل الاختصاصات الجماعة، لا، بالتنظيف جابوا من برا، بالأفران والمطاعم جابوا من برا، بناء وغير بناء وخدمات ونفط وغير نفط وكهرباء كلهم جابوهم من برا. لعلاش فاتحين الجامعات انتو؟ فاتحين جامعات وطلاب تدرس للنهار، خاصة إذا نتحدث عن الاختصاصات العلمية والناس اللي تعبت واللي قرت واللي طلعت معدلات بهم، طلع معدل 95 و100 حتى يكمل هذه الكليات. اليوم احنا عندنا الاختصاصات الطبية يطلعون تظاهرات يدور تعيين، واحنا نعاني من أزمة في المستشفيات من قلة الكوادر. معنا اتصال مصطفى من مصر، تفضل مصطفى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. نحييك ونحيي الشعب الصامد البطل، الشعب العراقي العربي العظيم. يا هلا بيك، الله يسلمك. أما سيدي بالنسبة لحكاية العمالة الأجنبية والمرتزقة، ما هي سيدي العملية كلها بيدوروا على جلب المرتزقة، هم عايزين يجيبوا مرتزقة من الخارج عشان ما يعرفش موارد البلد ولا يتوظف ولا يبقى فيه كفاءات. يهمش الكفاءات ويجلب المرتزقه والمغيبين لانه هيطيعه، هيطيع الخونه والقتله، اكتل اكتل، اشتغل اشتغل، عبد يعني هو بيجيبه عباره عن عبد مستقبل، لا ضمير ولا شرف، هو يطيع المجرم السارق والقاتل وفجر البيت زي ما تقول له يعمل، ولكن ابن الوطن يتهجر ويتهمش. هم عايزين يبدلوا الشعب العراقي، عايزين يهجروه كله ويجيبوا مرتزقه من افغانستان ومن ايران ومن بنجلاديش والصين، جلب المرتزقه، سياسه المرتزقه الخونه معروفه، لان هم اصلا جايين، هم اصلا بيكرهوا الشعب العراقي اساسا، هم بيكرهوا حاجه اسمها عرب، عرب، وحتى واحد فيهم يطلع بس يقول انا عرب، ينتمي لعروبتي ولتاريخي والوطن، ما يقدرش يقولها، كمان يتباحوا ويقتلوا، لانه مؤدلج، مخه محتل من قبل العنصر الجبان. واسمح لي يا سيدي نزين وانا استنكر الاعتداء على مكتب دجلة، القناة الفضائية اللي تنقل الحقيقة، نبين ونستنكر هذا العمل البربري الهمجي الجبان، لأن قناة دجلة قناة تنقل الحقيقة، والإعلام من حقه ينقل حقيقة الشعوب وينقل حقيقة الأحرار وحقيقة الثورة وطرح العالم، ده عمل مشروع، مهما كانت فيه تجاوزات أو أخطاء، فالحرية مقبولة للجميع، أنتوا خايفين من الحقيقة ليه؟ خايفين من الحقيقة ليه؟ مرعوبين طبعًا من الثورة، لكن الثورة مستمرة. ثورة لم تموت أبدا بقدرة الله عز وجل، لأنها ثورة التحرير الكبرى أشمل كبيرة جدا، الثورة على فكرة كبيرة كبيرة كبيرة، وعاش العراق وعاش أبطال العراق الأحرار في كل مكان. شكرا جدا. أخي مصطفى السيد من مصر. طبعا بالمناسبة بحسب تصريحات بعض النواب أكو رواتب للموظفين الأجانب في الشركات النفطية وغيرها، يعني مبالغ خيالية، مبالغ خيالية، أكو واحد يستلم 10,000 دولار، أكو 20,000 دولار، أكو 30,000 دولار. يعني إحنا متحدثنا عن هذه الحالة، أقل واحد يأخذ، هذا عامل بسيط، يأخذ له 1,500 2,000 دولار بالعراق بالعملة الصعبة، وشوف أنت وراها شيء ترتب عليه، يعني أكله وشربه ومنامه كله على من خزينة البلد. معنا اتصال أم مثنى من الموصل، تفضل يا أم مثنى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم أستاذ عمر. وعليكم السلام، أسمع أختي تفضلي. أطالب من زوجي والله منتسب وأخذوا داعش. نعم. وقالوا ودي يتحرروا ونريد بس الله ندورهم شو تم عليهم. يعني أنتم متأكدين الجيش يعني حرر من داعش؟ لو داعش قتله. أيوة والله قالوا. لا لا ما قتلوا داعش، قالوا ودي يتحرروا. زين راجعتوا الجيش، هو كان منتسب على الشرطة لو الجيش؟ ايه لا شرطة. على الشرطة، ما راجعتوهم للشرطة؟ سألتوهم؟ والله دور سألنا والله. شو يقولون؟ ما موجود معكم. يقولون ما موجود. ايه والله قالوا ما موجود. زين بالسجون ما دورتوا؟ شلون؟ بالسجون. ايه؟
ما دورتوا؟ ما سألتوا؟ ماكو والله، لا والله ما سألنا. نعم. ما سألنا والله، ما سألنا سألنا. الله يعينكم. بقدر أوديه حررهم. الله يعينكم ويفرجهم. طلب منا رئيس الوزراء إنه عن هالغياب، بس يشوف بالسجنات يفرج عليهم. نعم. الله يفرج عن 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 كل بريء. هذه مصيبة أخرى طبعاً، إحنا دائماً نتحدث ونسمع مثل ما تكلمت الأخت أم مثنى، يعني كان هناك من المنتسبين كان في جهاز الشرطة أو الجيش من دخل داعش وسيطر على مناطق، أكو بيهم يعني اللي قتلهم الله يرحمهم، وأكو بيهم من سجنهم سوى سجون، من إجى الجيش واستعاد هذه المناطق اختفوا. كثير نسمع هذه الاتصالات، اختفوا ما يعرفون وينهم، هل هم معتقلين هل هم مقتولين. فمصيبة العراق مصيبة، يعني مصيبة المغيبين والمعتقلين هذه كارثة إنسانية. مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة، نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم. مشاهدينا الكرام، ننوه لحضراتكم أن التردد الجديد لقناة رافدين الفضائية هو 10727، الاستقطاب أفقي على مدار القمر نايلسات، لذا يرجى من متابعينا الكرام ضبط أجهزة الاستقبال على التردد الجديد. اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين، معنا اتصال ابو عمر من بغداد، تفضل ابو عمر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا بك. تحياتي لك استاذ عمر ولقناه الرافدين ومشاهدين قناه الرافدين. اهلا وسهلا بك. والرحمه على شهداء ثوره تشرين البطله. آمين. وايضا الرحمه على شيوخنا الاكرام ومنهم الشيخ المجاهد البطل الكبير حارث الضاري رحم الله. آمين. واسكن الله فسيح قبره جناته بحق الله تعالى. نعم. استاذ عمر، احنا بالنسبه الوضع اللي صار من 2003 ولحد الان، يعني حكومه الاحزاب او حكومه المنطقه الخضراء ما اجت لبناء هذا العراق وما سوت تفكيك يعني يرضي الشعب العراقي اللي قاعد يشوف المأساة. يعني هواي من الأمور، نجي على الأمور يعني من موضوع تملو العفو مع الخريجين. نعم. يعني نجي على الزراعة، الزراعة اللي هي أبسط من عندها ما يكون، يعني توفير آلات وتوفير مستلزمات، يعني الزراعة والمياه اللي تسقي المزروعات، توصيل المياه لها، يعني هذه ما قدرت تسوي شيء للمواطن أو للفلاح، يعني أبسط الأمور هاي. وإذا الفلاح زرع هاي القاع، تشوفون هاي الحكومة ومن ضمنهم الأحزاب والجيوش الإلكترونية كيف حرقت المحاصيل الزراعية وكيف دمرت الحنطة والشعير وكيف يعني خربت يعني اقتصاد البلد. هاي واحدة. إحنا نعرف إنه هاي الأمور هي ما تريد تخلي الشعب العراقي يتقدم ولا تخليه على فت
يعني فد قاعدة بأنه يشوف دربه كحالة حال الدول البلدان الأخرى. هاي وحدة. اثنين عندك المصانع والمعامل اللي موجودة اللي بالعراق من 2003 اللي دمرها الاحتلال وضربها، ما رجعوا ولا مصنع ولا عمل على مود المواطن العراقي يقدر يعمل يشتغل يعيد الصناعة بهاي المعامل. وظائف موجودة له، ما فكرت تبني أي مصنع وترد أي معمل تسويه. هاي اثنين زاد. أما مجال الخريجين الزاد يعني نعرف فيها حكومة الأحزاب بنت الكليات وبنت الجامعات، يعني أكثر ما يقارب تقريبا يعني فوق 100 جامعة تقريبا إذا مو أكثر، ومية كلية مسوية يعني بنتها لأجل مصلحتها الخاصة، بنت وسوت. زين انت يا حكومة المنطقة الخضراء، انتم من تسوون بناء هذه الكليات او الجامعات الموجودة الآلية وتاخذون من الطالب كذا مبالغ، توصل مبالغ الى 7 ملايين الى 5 ملايين حسب كل الجامعات حسب الكليات واختصاصها. احنا هنا من يدخل طالب يدرس ويتعب ويوصل مرحلة التخرج، غير يلاقي قدامه تعيين، غير يلاقي يشوف قدامه فد شيء يستند عليه من بعد تعب دراسه وجهد. هذه الامور كلها ما موجوده. فائدتهم مصلحتهم جيبهم الخاص وما ينظرون للمواطن ابد نهائيا ميهمهم. يعني واذا طلع الظاهر يعني مصيره الاعتقال او القتل، أو يتهموه بأنه مدفوع من أجندات خارجية. هذا مصير الشعب العراقي اللي قاعد يصير حاليا في الوضع الحالي. نعم أبو عمر، يعني إحنا عندنا أكثر من 40% من العاطلين عن العمل من تعداد الشعب العراقي، أكثر من نصفهم يعني حوالي 22 أو 23% من ذول الأكثر من 40% هم من الخريجين. واليوم عندنا حوالي 9000 من حملة الشهادات العليا بالعراق ما لهم تعيين، الماستر والدكتوراه بكافة الاختصاصات. زين احنا اذا كل سنة الخريجين نخرج مئات الالوف ها وماكو عمل، شنو ايش راح يصير بالعراق يعني بعد سنة او سنتين؟ استاذ يعني من كلامك منطقي استاذ، يعني احنا رحمنا 14 سنه هذا الظلم اللي قاعد نشوفه من حكومه المنطقه الخضراء. يعني بعد يعني خلف سنه او سنتين او ثلاثه البلد يعني ما يصبح انه له معيشه نهائيا. ابن البلد هسه قام يهاجر يطلع، يعني حتى اذا بالهجره ما له مكان، وقاعد نشوفه يعني بالبحار بالمناطق اللي قاعد يروحون بها يهجرون. يعني راد لهم مبالغ، هم ما عندهم مبالغ استاذ. يعني الشعب العراقي قاعد يقتلوه هو حي، يعني دين قتل هو حي استاذ. يعني ما من انسان بالعالم كله انسان يعني هذا الخريج اللي تعب على روحه وكمل، يعني اخر يقعد يشوف الشهاده قدامه مجرد تعب على فتره 20 سنه او 18 سنه درسها. يعني هذا كارثه للشعب العراقي استاذ. وماكو بالعالم كله انه انسان يوصل هيك مرحله. هذا الانسان استاذ لازم اذا مكانه في دوره تخصصه في مجاله، بس للاسف الحكومه ما تنظر هذه الامور للشعب. هي نظرته للشعب نظره قاسيه، ما تحب الشعب. لو كانت تحب الشعب لا وفرت هواي امور استاذ. يعني دعت عن الوزارات اللي موجوده كلها تعيينات وظائف كلها من حزبيه وكذا، تدفع فلان دفتر يلا تروح تتعين. زين يعني خلوا التعيين بصعوبه، خلوا التعيين بصعوبه. زين اللي ما عنده دفتر ولو ما عنده مبلغ ان يحصل عليه، هذا شنو مصيره يكون؟ لا يوجد بالبلد يعني مثل نقدر نقول معامل موجوده او يلجا لها، ولا يوجد شركات تعمل في هذا البلد على مود يقدر يشتغل. زين هم اذا جابوا شركات اجنبيه، الشركات الاجنبيه هي اللي تجيب العماله الاجنبيه من برا كامله، تمام؟ وإذا تحدثنا عن فتح سوق عمل للقطاع الخاص أو فتح معامل ومصانع، الجماعة يقول لك من الوزير وأنت نازل يقول لك ما نقدر نفتح إحنا معامل ومصانع.
يحرقوهن، لان الجماعه متقاسمين الحصص بيناتهم بموضوع الاستيراد. زين هذا الشاب الخريج وين يروح؟ وين يعطي وجهه؟ استاذ هو اكيد اكو بعض الشركات اللي اجت للعراق هنا، جماعه الاحزاب يعني انا نعرف عايشينها بالعراق، يروحون يساوموهم، اما تعطونا نسبه هالقد بالعمل او اما نضرب ومن بقيكم. فهاي الامور استاذ موجوده، هاي من عدموا بهم يحاولون يكذبون على الشعب العراقي بهاي الصيغه بهاي الامور. طيب اذا انتم من هاي الامور ما قادرين تديروها، كيف قادرين تديرون بلد باكمله؟ كيف راح يكون العراق له مستقبل زاهر بابنائه وشعبه واجياله؟ كيف اداره البلد مثل هيك ناس هيك ناس مع احتراماتي ما يعرفون ادارتها على القتل والتهجير والحرق اللي جايين من وراء والخراب هذا البلد؟ فالعراق استاذ بعد ما يتحمل نهائيا من هذه الحكومه وحكومه الاحتلال المنطقه الغبراء، لان يشوف المعاناه يشوف القسوه من هذه الحكومه من هاي الاحزاب. دائما تخلي الصوج على غير جهه، طيب اذا تخلون الصوج على غير جهه غير حزيه، زين انتم وزاره الداخليه شنو واجبها؟ المخابرات الاستخبارات شنو واجبهم هذول بالبلد؟ هذول ايضا هم نفسهم من احزاب السلطه وتقودهم احزاب السلطه اللي متامرين على الشعب العراقي. فاستاذي استاذي العزيز، احنا الشعب العراقي اللي هنا بعد ما يقدر يتحمل، فعلينا بثوره، ثوره خلاص اسقاط هاي الحكومه وتغيير هذه الوجوه وانتخابات مبكره ان شاء الله بناس اكفاء يحملون شهادات وبدون اي احزاب منتمين ويحبون هذا الشعب العراقي ويردون الى الخير. احنا بهيك يلا نقدر يقدر يتقدم البلد. واذا على هاي الحكومه استاذي العزيز نامل من عندها الخير، ما نشوف من الخير استاذ نقدر، راح نشوف المأساة وراح نشوف الويلات من عندها استاذ. فيجب الخلاص من هاي الحكومه منطقه الخضراء وكلهم مثل ما جو لازم يطلعون استاذ، والشعب العراقي اذا بقى يقرا عليه السلام بعد. أنا أشكرك أبو عمر من بغداد. كان معنا أبو أحمد من الرمادي، تفضل أبو أحمد. السلام عليكم ورحمة. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك أخي العزيز. أولا نشكركم على البرنامج وعلى هذا عنوان الحلقة. الله يسلمك. هذا عنوان مهم جدا. نعم. بالنسبة للواقع الحالي اللي موجود بالعراق. موضوع الخريجين، موضوع الخريجين موضوع معقد جدا. يعني شنو السبب؟ السبب انه الاحزاب اللي تحكم البلد احزاب فاسده، اللي يحكم بلد فاسد فالبلد يعني يقع للسلام. يعني السبب الاول انه لاكو ادارات حقيقيه، لاكو نظام جدا شلون نقول نظام جدي او ادارات او يعني كل الامور تمشي الى الهاويه. موضوع الاخ قبل كان يتكلم معاك ابو عمر من بغداد. نعم. تكلم موضوع الحكومه، لازم الحكومه هو نعم هو هذا شيء اكيد، لكن انت ابحث عن السبب الرئيسي، السبب الرئيسي منهم. يعني اليوم كنا بموضوع يعني نتحدث موضوع العراق، فواحد من الاشخاص قال هو العراق ما يراد يتبدل حكومه، العراق يراد يتبدل شعب، شعب مو يتبدل يعني كاشخاص، لا تتبدل النفوس، تتغير العقول، تتطور، لازم انه التوعيه تصير اكثر، لازم التوعيه تكون ثقافه اكثر. يعني متجهين الى يعني الى شيء انهم مفكرين لحد الان انه الحكومه راح تجهز لهم، الحكومه راح توظفهم. لكن انا اقول لك من هذا المكان انه الحكومه لا توظف احد ولا تحل مشكله احد ولا تسوي اي شيء، لان شنو ما دام هناك حزاب مسيطر على السلطه اعتبر الموضوع يعني منتهي. الاحزاب هاي يعني ازاحتها جدا صعب يعني بالوقت الحالي الا ما شاء ربي، يعني بشرط واحد الله سبحانه وتعالى والشعب. نعم. الشعب موضوع الثوره صار له اكثر من 9 أشهر يمكن. موضوع الثوره يعني رايي ما اقول لك فشل حتى لا اثبطهم او اضعف معنوياتهم، لكن دخلت الاحزاب داخل ساحات التظاهر او سيطرت بشكل يعني جزئي ما نقول عام. وموضوع اخواننا بالجنوب او بغداد يراد لهم توعيه من خلال العشائر اللي هي العشائر اللي مسيطره عليهم، وهذا الشيء
يعني انا اشوفه يعني جدا بعيد عنهم. بالنسبه للطلاب نعم راح يتعبون اكثر متظاهرات وما يحصلون اي شيء. حكومه الكاظمي ما صار يمكن اكثر من 100 يوم ما راح يقدر يحقق شيء ما دام هاي حزب السلطه موجوده جاسمه على البلد هذا. هو لازم قلع جذور الاحزاب اول شيء اللي مرتبطه بايران او مرتبطه بامريكا او مرتبطه بغير دول، والاساس الرئيسي اللي مرتبطه بايران هي اكثر شيء مرتبطه بايران. بلد ميليشيات، بلد عصابات، نهب وسلب، قتل على الهويه، يعني عندها اشوفها رجع من جديد، تصفيات، قتل الشباب الناشطين، قتل الصحفيين الاعلاميين اللي يحجون بصوره يعني تقول حقيقيه، يوعون الناس اي واحد يتكلم الحق اعتبره قتل او عائلته اختطفت او بما شابه ذلك. وابسط مثال انت شفت البارحه قناه دجله، انا مو دفاع عن قناه دجله، لكن هذا شعب او احزاب هاي تحكم بلد، هو مو شعب اللي يحرق الله، الاحزاب. زين، وانت دا تشوف هسه حاليا بدات الخطف اكثر من قبل، وبدات القتل اكثر من قبل، ورجعت التفجيرات اليوم يمكن ببغداد بديالة وبالانبار. نعم زين. وبالنسبه احكي لك عن الانبار، كالانبار انا يعني وضع الانبار، وضع الانبار بس واجهه، يعني واجهه الشوارع. الادارات مسيطره عليها الاحزاب السلطه اللي موجوده صار لهم من 2003 لحد هذا اليوم. نعم. مدراء نفسهم ولا يحلوا المشكله ولا يسووا شيء، وخانقين الناس، يعني ما حد يقدر يتكلم معاهم، والفساد واصل الى ما الله الى ما يبعد، يعني ما اعرف وين واصل. وانت ايش جاي تشوف اخوي العزيز، انت عم اخونا عراقي وتعرف هاي الامور لازم ما تمر على احد من عندنا. نعم انا اخوي العزيز انا اسف على طالب. لا بالعكس، لكن انا اشكرك ابو احمد من الرمادي كان معنا، ابو محمد من السماوة. ابو محمد، احنا ببدايه الحلقه تحدثنا عن نسب الفقر في العراق، المثنى 52%، طبعا هذا بحسب ارقام 2018، والمؤشرات تشير الى ان النسبه ارتفعت اكثر في محافظه المثنى. تفضل ابو محمد. السلام عليكم. شلونك؟ وعليكم السلام ورحمه الله. اهلا وسهلا بك. الله يخليك استاذ عمر. بالنسبه للبطاله وصلت حد يعني مرتفع جدا بالعراق. نعم. ومثل ما قلت محافظة المثنى هي صدرت أعلى نسبة بنسبة الفقر والبطالة وقلة الموارد الاقتصادية فيها. طبعا المحافظة هي غنية بالموارد الاقتصادية. نعم. وممكن إذا الحكومة المحلية جاد تكون وتستنفر كل طاقات المحافظة مواردها طاقاتها راح نلقى أعمال وراح نلقي شغل لكل الشباب وكل ابناء المحافظه يستفادون. لكن تدري انت الحكومه المحليه هي جزء من هذه الزمره الفاسده اللي تحكم العراق واللي هي تحت مسميات احزاب اسلاميه. نعم. العراق للاسف قبل احنا كنا نسمع الدول الامريكيه اللاتينيه مثل الاكوادور وكولومبيا وبوليفيا، الدول عايشه على المخدرات. وايضا كانت هاي الشعوب ننتقدها لانه حكامها حكام فاسدين وناس ما يقدرون للعصابات والمافيات الموجوده في بلدانهم. العراق هسه وصل مرحله للاسف أسوأ من هذه البلدان. اصبحنا احنا اللي ننتقد واحنا اللي يعاب عليه هذه الامور، وانه بلد اصبح منفذ للمخدرات وتجاره المخدرات، والشباب اصبح مدمن ومتعاطي لهذه الظواهر الغريبه عن المجتمع العراقي للاسف. نعم. زين ابو محمد، احنا شو نفسر موضوع الحكومه بتصريحاتها، يطلع مثلا متحدث باسم الحكومه او يطلع احد الوزراء يقول لك والله احنا ما نقدر نعين كل الخريجين، اوكي ماشي، لكن ما معقول انه انت كل الخريجين او النسبه العظمى 99% انت ما تعينهم، وبالمقابل انت تجلب ايدي عامله وتجيب شركات اجنبيه هي تجيب ايدي عامله، والاعداد تفوق الخيال. يعني ما معقوله انت بحسب الاحصائيات الحكوميه بسنتين انت جايب 100 ألف من برا،
وابن البلد الخريج بكافة الاختصاصات ما يلقى وظيفة. نعم أستاذ عمر، احنا يعني غشمة عن هذه الأمور. يعني العراق أكبر من الصين، لو الصين بلد يعني التعداد سكانه بمليار ونص نعم. أو أكثر من مليارين نعم. فشلون هذا الشعب قادر يعني يشغل كل أبناء الشعب الصيني، وحتى الناس اللي سافرت للصين ومشت بغرض الدراسة ورجعت يعني سولفونا وحكونا قصص يعني تتعجب بيها نعم. يعني شنو عمارة مبينة خلال أسبوع أو 10 أيام، شنو الطاقات اللي عندهم البشرية اللي محركينها؟ فهاي كذبة مال إنه ما نقدر نعين الشباب العراقي والشباب العراقي. يعني نفسرها أبو محمد عالم. إنه نعم. الطبقة السياسية ولاها مو للبلد وللمواطن، ولاها نفسها تجمع تسرق وتطلع من العراق. نعم. ماكو غير تسرق. هو هذا مشروعهم. نعم. هو هذا مشروعهم، هو هذا المشروع الإيران الطبوي، هو هذا المشروع الأمريكي، هو هذا اللي جاء في أمريكا وإيران، هو إنه يكتنزون واتفقوا وياهم قبل السقوط على عدة مؤتمرات تذكرونها أنتم. ثلاث مؤتمرات عقدت قبل سقوط النظام واتفقوا لهم ووقعوا لهم على بياض انه العراق هذه مسيرته ما بعد 2003 راح يكون على هذا المنوال وعلى هذا النهج، تجهيل وافقار الشعب واذلاله وتمكين شعوب المنطقه او الدول المنطقه من السيطره على موارد هذا البلد الاقتصاديه والسيطره السياسيه والعسكريه. انا اشكرك ابو محمد من السماوه كان معنا. مهند من صلاح الدين، تفضل مهند، عندنا دقيقة للختام. مهند تسمعني؟ وعليكم السلام. وعليكم السلام. أسمعك. تفضل. شلونك أستاذ؟ الله يسلمك، تفضل عيني. أسمعك. والله أستاذ أي دحش على موضوع النازحين في سليمانية. نعم. إحنا صار لنا أكثر من 7 سنوات نازحين بسليمانية بالمخيمات. نعم. وأنا أحد الناس من ضحايا أكثر من 9 شهداء. نعم. والدواعش وقعوا بيتنا. بيا منطقة أنتم مهند؟ يثرب البحشمة. ها بيثرب نعم صلاح الدين نعم. ناس ردت وناس ما ردت. وإحنا ظلنا مجهولين لا للحكومة العراقية ولا للإقليم. زين ليش ما تقدرون ترجعون؟ حجة الحكومة ما تخليكم ترجعون ليش؟ نرجع بس احنا نقدر نرجع بس الامور هناك ما تساعد من نعم. معيشة من اكل من مصروفات. نعم نعم نعم. هسه انا كان عندي بيت، انا من نروح هناك اقعد همين بخيمة. الله يعينكم. وظليت وانا عندي 3 حوائل وابويا 4 حوائل 7 حوائل. نعم. أنا ولا أكو تعويضات للنازحين والتعويضات إلا للبيوت هناك. الله يعينكم مهند ويفرج عنكم يا رب. والله يعني موضوع النازحين من ضمن الملفات الإنسانية اللي الحكومات المتعاقبة ما دارت لها بال بشكل صحيح وشكل فعلي. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.